أين كان الله قبل الخلق؟ شكون فينا ما جاش هذا السؤال في دماغه شي مرة وما قدرش يقوله جهرا خوفا لأنه يسوء الأدب من مولانا أو للطرف الآخر يشوفه بشي نظرة ماشي هي هذيك. حلقة اليوم مليئة بالاستفادة، حلقة اليوم هي جواب على هذا السؤال بأدلة شرعية وطبعا بأدب مع مولانا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لك. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وبغيت نشكركم كدائما وابدا على التفاعل اللي كيلقاوه الفيديوهات ديالي فوق ما حطيتهم، وهذا يدل على انكم ناس مثقفين وتقلبوا من حيث ان يستفيدوا. شكرا على ثقتكم فيا، وسمحوا لي راني درت غلط في اخر فيديو اللي درت لكم، كنت قلت لكم لانه سوره البقره من سبع المثاني، ولكن غلط، سبع المثاني هي سوره الفاتحه. تقبلوا مني اعتذار ونبداو في حلقه اليوم. لنبدا. قبل ادم، قبل الملائكه، قبل السماوات والارض، قبل كل شيء كان مولانا الله وحده. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال الإمام أحمد في المسند ديالو عن ابن رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان رب عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. وكلمة عماء معناها سحاب أو لفراخ لا شيء معه. وعن عمران بن حصين قال: جاء واحد الوفد من اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. زعما يحكي لهم كيفاش كانت بداية الخلق. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: كان الله وحده ولم يكن شيء غيره. وفيما رواه أيضا البخاري في الصحيح ديالو أن يهوديا كان جال عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك الحبيب حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. إذن البداية لا شيء مع الله، والنهاية نهاية الدنيا قبل البعث والنشور والحساب. كما يقول رب العزة: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن الكون كامل بدأ بنفخة في آدم وانتهى زعما الكون بنفخة في الصور. دابا غادي نتكلموا على ترتيب خلق الخلائق. كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن أول ما خلق الله هو القلم، فقال له: أكتب علمي في خلقي وقدري، في خلقي فجرة، في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكلمة أكتب علمي كتعني بأنه مولانا عز وجل يعلم كل شيء مسبقا لكونه علام الغيوب، ولكنه ما كيقهرناش على شي حاجة ولا يفرض علينا عمل، وبالتالي فنحن مخيرون. ولو كان مولانا يحاسبنا بما فرضه علينا لكان في ذلك ظلما لنا، وحاشا لأنه مولانا يكون ظلم للعباد ديالو. وما ربك يا محمد بحامل عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه، بل لا يعاقب أحدا إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنيا أو على سبب استحقه به منه، والله أعلم. كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كسبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا كيعني بلي أنه جميع أمور الحياة الدنيا تكتبات في اللوح المحفوظ، ولما كيوصل وقتها كتحقق. ولكن هذه غادي تعجبكم، سمعوا: يقدر ينزل قضاء الله من اللوح المحفوظ في وقت صعود الدعاء إلى السماء، وكيتسارعوا فكيتغير هذا القضاء بأمر الله ويرفع عن صاحبه بفضل الدعاء. وهذا كيعني يا سادة كرام باش أننا ما نتوقفوش على الدعاء والانكسار لله في جميع أوقات حياتنا والإلحاح فيه، لأن الله يحب العبد الملحاح. وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا أن مولانا كتب مقادير الخلائق
قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن أول ما خلق الله عرش على الماء، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ، ثم السماوات والأرض، وكيحضرنا الحبيب من مدخل الشيطان إلى أنفسنا من هذه الزاوية. فيقول كيجي الشيطان أحدكم فيسأله من خلق السماء؟ فيقول الله. فيسأله فمن خلق الأرض؟ فيقول الله. فيسأله فمن خلقك؟ فيقول الله. فيسأله فمن خلق الله؟ تيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ذلك في نفسه فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. كما قال أيضا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. وكيشوف جمهور العلماء في ترتيب الخلائق ما جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد لأنه أبي هريرة رضي الله عنه أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الأشجار فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ويقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يوم وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذن إجمالي خلق السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وقد كان الله عز وجل بإمكانه أن يخلق السماوات والأرض بكن فيكون، ولكن علاش ستة أيام؟ جاءت الإشارة إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ثمان سور من القرآن تشير إلى نفس المعنى. واتفق جمهور من المفسرين بأنه الأيام الستة لخلق السماوات والأرض إنما هي ست مراحل أو أطوار أو أحداث كونية متعاقبة اللي ما كيعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وباللي ما يمكنش تكون من أيام الأرض لأن الأرض لم تكن قد خلقت بعد. داكشي باش لم توصف أيام خلق السماوات والأرض بالوصف القرآني لقوله تعالى مما تعدون، اللي جاء في آيات أخرى عديدة بمعنى اليوم الأرضي. وقد جاءت هذه الأيام الستة مجملة في سبع آيات قرآنية وجاءت مفصلة في صورة واحدة وهي صورة فصلت. وفي الآية الأربع من سورة فصلت كيخبرنا المولانا تبارك وتعالى بأنه خلق الأرض في يومين بمعنى على مرحلتين يوم الرتق ويوم الفتق، وأنه بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي أربعة مراحل متتالية من بعد خلق السماوات في يومين أي على مرحلتين. وهو القادر سبحانه وتعالى أن يقول للشيء يكون فيكون، ولكن هذا التدرج لحكمة بالغة كيفهم منها الإنسان سنن الله في خلقه فيحسن توظيفها في عمارة الأرض والاستخلاف فيها. وقالت اليهود وحاش لله من قولهم لأنه مولانا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب في اليوم السابع وبغبش أنه يرتاح، وهذا اليوم كان هو يوم السبت. فيرد عليهم رب العزة في سورة قاف بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب يعني التعب. فالأرض ما هي إلا جسم ضئيل في هذا الكون البديع اللي بدعو رب السماوات والأرض، فهي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية اللي كتشبه للكرة إلا أنها ليست تامة الاستدارة، فهي كتدور حول محورها
ولا النفس ديالها مرة في كل 24 ساعة مع تعاقب الليل والنهار، وكتدور حول الشمس دورة كاملة على مدار السنة، مما ينشأ عن الفصول الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. ومن عجائب قدرة الله تعالى في الأرض انسلاخ النهار من الليل، فالليل كيحيط بالأرض من جميع الجهات، والأصل في الكون أنه مظلم، ولكن كاين واحد الغلاف هوائي رقيق كيشبه الجلد كيحيط بالكره الارضيه، وهو اللي كينشئ عنه حاله النهار. وذكر العلامه الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق بلي انه العلم الحديث ثبت بان الليل يحيط بالارض من كل مكان، وان الجزء الذي فيه حاله النهار هو الهواء اللي كيحيط بالارض، وهو اللي كيمثل واحد القشره رقيقه تشبه الجلد، وكتكون حالة النهار من انعكاس أشعة الشمس على الجزيئات الموجودة في هذا الغلاف الجوي، مما يسبب حالة النهار. فإذا دارت الأرض حول نفسها انسلخ النهار من الليل. وهذه هي كانت حلقة قصتنا اليوم، خفيفة ظريفة، وكنتمنى أنكم تلقيتوا الجواب ديالكم من هذا السؤال. خليتكم على خير، وتسنوني قريبة في حلقة جديدة من هذه حكايتي. سلام سلام.